كل ما الاسم يبقى كبير يبقى اللعيب الصغير ده بيستفاد من الاسم الكبير اللي رسمه قدامه هرم للدرجه الاولى مع قطاع الناشئين. انا عاوزك تعد لي، انا عاوز منك، كان بتتقال كده اسلام، انا عاوز ما يهمنيش البطولات لكن يطلع لي 3 4 لعيبه من الناشئين. فانت النهارده كان عندك حاجه اسمها فرقه الامل اللي هي بتتعمل الفتره دي، فانت النهارده بتطلع 3 4 بيتمرنوا معانا بياخدوا الحس او بياخدوا الاحساس مع الدرجه الاولى، بتفضل بيتعلم اللعيب الناشئ، بيتعلم بياخد ماتشات وديه اللي هو كان احنا بنلعب رسمي مثلا، لعبنا النهارده رسمي بكره تاني يوم ماتش ودي، فانت بتجيب قطاع من لعيبه من قطاع الناشئين بتجربها مع اللعيبه اللي ما لعبتش، فبتاخد الثقه، فكان بيطلع عندك لعيب شخصيه واخد على البطولات، واخد على زي ما بيتقال روح فنانه النادي الاهلي، هو ده اللي احنا كنا اتعلمناه. لكن انت النهارده بتتكلم على الاقطاعات، جميع الكوره في مصر يا اسلام بقى دايره بالاستثمار الرياضي، وده الاستثمار فاشل، وهو ده اللي هيقضي على الكره المصريه النهارده. لما انت تتكلم حتى قطاعات الكره في مصر كلها الوقت بتعتمد على الاحتراف، ان انت النهارده انا مش عارف يعني ايه لعيب يدفع فلوس ما هي ما علشان يتأيد 5000 وفي نادي تاني 10000 وفي أندية 20000 ما في أولياء أمور رابعة بيبقى 30000. وخلي بالك هو احنا النهاردة ما بيجيناش تليفونات، ما بيجينا تليفونات ابن عايز يلعب كورة ومستعد يدفع الرقم اللي هو عايزه وبيتقال لنا كده. اقول له طب انا وقتي انا مش مغسل وده من جنة، ابنك ممكن يكون مش بس عشان الناس تفهم. لا انا بكلم دي ارقام قيمة الاشتراك اللي بياخدها دلوقتي النادي، ان بقى مثلا القايمة بقت 30 لاعب في الناشئين او 40 لاعب بيبقى منهم 10 استثمار وبيتقال بيبقوا دافعين فلوس وبيتأيد وبيطلع له كارنيه، وفي فرقة كاملة يا اسلام في فرقة 40 لعيب بيتأيدوا الاستثمار. هتعرف تنقي انا في لعيبة يا اسلام الاستثمار انت هتلغيه هتلاقي المواهب زي ما محمود بيقول لك. انت دلوقتي بتكلمني على 10 لعيبة من 30 من 40، ال 30 لعيب دول انت بتقول عليهم ان ال 10 دول بيصرفوا على 30. في نفس التوقيت ده اللي انت كنت بتلعبوا فيه الناحيه الثانيه كان في الزمالك كده، يعني كان معتمد جمال وحازم لا وكان ناشئين قوي محمد صبري ومدحت عبد الله. انا فاكر السبعه اللي طلعهم او الثمان لعيبه وخال غندور، الثمان لعيبه اللي طلعوا وقت كابتن جوهري لما كان موجود، هو كابتن جوهري مدحت ومعتمد ومعتمد وصبري ثمان لعيبه وصبري وعمرو عبد السلام يعني وجمال حمزه نقطه مهمه يا عمرو وجمال بعد كده ونقطه مهمه جدا ضعف مستوى مسابقات الناشئين. النهارده في رجل اعمال بتشتري فرق ومستشفيات هقول لك على حاجه كمان يمكن تشتغل في دهب حضرها. احنا كنا قاعدين في التمرينه بنستنى الماتش بتاع الفرقه اللي تحتنا، كل الفرقه الدرجه الاولى قاعده كبار كاملين، وألان هارس قاعد وفي وجود الكابتن شوقي وكابتن شطه قاعدين بنتفرج على فرقه الناشئين اللي هي كانت بتاعت سامي امصان وحنفي وكذا فرقه. لا ده في ماتشات كان بيروحها. لا ده في ماتشات مع الدرجه الاولى كان بتتلعب مع فريق اللي هو الامل في النادي الاهلي، ان انت ان الفريق الاول يروح يلعب عشان الراجل يبص بعينيه ويشوف يا اسلام، ما كانش بيثق في حد فكان بيروح يتفرج بنفسه على اللعيب ويختاره بنفسه ان هو عايز يطلع. ومحمود قال لك نقطه مهمه جدا، لكن انت النهارده ما فيش الكلام ده ما بيحصلش دلوقتي لان انت ما عندكش قطاعات ناشئين، كله بيعتمد النهارده في المدربين او المدير الفني عاوز اللعيب الجاهز اللي جاي من بره ان انا اشتريه بالالوفات ان انا عشان عاوز اكسب، لان هو خايف ان لو اتغلب هيمشي، فهو عايز لعيبه اللي هي ايه محترفه، اللعيبه اللي تجيب له هو كم من الملايين يعني مثلا واحد زي سامسون ده اللي في الزمالك اللي جايب برقم وقدره، فانت النهارده كم من ملايين الدولارات اللي بتهدر سواء وانا بتكلم على الاهلي والزمالك. لا طب انت لو قارنت هم اجمل محمود قال لك عليه مهم يا عمرو ان في نقطه اسلام، انت لو قارنت من سامسون واسامه فيصل، لا اسامه فيصل يعني انت تمشيت طلعوا عاره وانت عندك لعيب جاهز ولعيب كويس ولعيب. هقول لك على حاجه جميله، طب انت يوسف اسامه احنا شفنا